مساء الخير عليكم كلكم. انا اسمي شادي الجندي، بعزف الآلة الجميلة اللي بحبها دي اللي اسمها قانون او بالفصحى القانون. والمسمى ده جه من فكرة ان الآلة دي من الآلات المصري القديمة قوي اللي فيها اكتر من اوكتاف. الاوكتاف اللي في المزيكا بيبقى عبارة عن سلم كامل 7 نوت، والاوكتاف بيتم بالنغمة الثامنة اللي هي بتبقى النغمة الحادة من اول نغمة بدأنا منها. فالقانون او آلة القانون دي فيها 3 اوكتاف ونص، يعني 3 من القرار اللي هي حاجة مسمى قرار او قرار الياكا، اللي هي الياكا دي اللي هي الصول الغليظة باللغة التعليمية العربي القديمة، اللي هي دي 3 أوكتاف ونص. ال3 أوكتاف ونص دول خلوا الآلة دي آلة غنية جدا وكبيرة، وصوتها بيحتل في ودن الإنسان اللي بيسمعها مكان على طول، لأن هي فيها جرس شوية، لأن هي آلة نقر. الآلات بتبقى آلات وترية، يا إما بتتلعب بالأقواس زي الكمانجا، زي الربابة، زي التشيلو، زي الباص أو الكونتر باص، أو آلات نقر زي القانون، زي العود، زي الآلات الهندي زي الستار أو الآلات اللي من النوع ده. القانون اسمه قانون لأنه هو كان بيتسمى زمان دستور النغم، لأنه نغماته كلها واضحة، ما فيهاش لعب بنفس أو بصوابع، لأ آلات يعني نغمات ثابتة فيها 26 نغمة. ال26 نغمة دول بيتحط في كل نغمة فيهم 3 أوتار، لأن يتقال عن القانون في أوتار كتير قوي، إنما هم 26 نغمة بس. 26 نغمة دول كل وتر أو كل نغمة فيها 3 أوتار، يعني 78 وتر. المقصود من كل الكلام ده إن الآلة دي فضلت تتطور لحد ما بقينا في الشكل النهائي ده، بعد ما أول واحد صمم الشكل الهندسي اللي احنا شايفينه دوت للآلة، اللي هو العالم الفارابي، زي العلماء الكتير قوي اللي هما كانوا بيحتلوا انواع كتير قوي من العلم، بيبقى عالم في جغرافيا وفي فلك وفي موسيقى وهندسة، لان الموسيقى اصلا يعني الجزء الفيزيكال او الجزء الفيزيائي سوري اللي فيه كله عبارة عن انجينيرينج، هندسة، هندسة بس صوتية مش حسابية، او يعني مش مدروسة بالسنتي، لا مدروسة بمازورة. مازور دوت وحدة زمنية اللي بتقاس عليها المزيكا عامة. نرجع للقانون تاني. الشكل ده في الهندسة اسمه شبه منحرف، اللي هو طول وقصاده تاني طول ونازل بالكيرف دوت، اللي هو من الغليظ اكبر مساحة صوتية او عمود صوت اطول عشان يطلع الصوت الغليظ اللي زي ده. كل ما بنقصر مسافة العمود الصوت في اي آلة، سواء ثابتة زي القانون او بعفق زي العود، بنقصر بصوابعنا العمود بتاع الوتر او العمود الصوت اللي عبارة عن وتر بيتعفق عليه، بتضيق، فبالتالي الصوت بيبقى اكتر حدة. يعني احنا كنا الصوت الغليظ صوته عامل كده، لما بنطلع اوكتاف كمان بيبقى صوته عامل كده، وهنصغر مع الشبه المنحرف ده فهيبقى صوته اكتر حدية. يتهيألي كده يعني قدرنا نفهم ايه هي شكل المساحات الصوتية المختلفة للقانون. تعالوا نفهم ايه اللي انا ماسكه في ايدي دوت. ده شكل لحاجة اسمها كوستبان. الكوستبان دوت بيتلبس، لازم العازف يلبسه في صباعه، وريشة. الريشة دي بتبقى ممكن بلاستيك او تتعمل من قرن الحيوانات، قرون الحيوانات، وبتتعدل لحد ما بتوصل للشكل ده.
اما بالنسبه للقانون فلو جينا بصينا هنلاقي الفرصه دي عباره عن حاجه بيعدي منها اي وتر في اي اله وتريه من بعد ما الاوتار بتتربط في حاجه اسمها خزنه الاوتار اللي هي بالشكل ده، علشان نقدر نحدد كل الاوتار عشان توصل للنغمات الجديده لازم تعدي على فرصه. الفرصه دي موجوده على جلد، اهم مكان بيخرج منه صوت القانون اللي هو فوق الجلد، اللي هو بعد ما الصوت بيرن في كل الصندوق ده كله بيرجع يطلع من المكان ده جنب حاجة تانية المعمولة بالأشكال المصري القديمة اللي احنا شايفينها دي، حاجة اسمها الشماسي، ولكن بيلف الصوت ده كله مبدئيا عشان يطلع من الجلد اللي معدي على الفرصة دي. بعد كده الأوتار بتعدي على حاجة اسمها عرب، حاجة معدنية معمولة من ارتفاعات مختلفة عشان تدينا كل صوت بيرفع او يخفض في النوتة الواحدة. يعني ده حرف اسمه حرف الدو، دو الوسطى يعني في اي آلة بيبقى اسمها كده، دي حرف الدو. لما بنرفع اول عربة اللي هي حاجة اسمها نص دييز بيبقى صوتها كده، بنقصر عمود الصوت اكتر ونرفع عربة كمان ويبقى دو دييز، بيبقى صوتها كده، فبيبقى رجعنا تاني للدو. لما بننزل كمان عربة للدو نص بيمول يبقى صوتها كده، البيمول بيبقى صوتها كده، يعني الدو بيمول كده والدو البيكار او الناتورال اسمها او صوتها عامل كده. اي اوتار في اي آلة وترية لازم تعدي على حاجة اسمها انف عشان يحدد مكان السير ليها، اللي هي الاماكن اللي بتعدي منها الاوتار دي عشان تروح لحاجة اسمها مفاتيح بيتركب فيها الوتر وبيتشد بمفتاح معدن زي ده لحد ما يبقى ان تيون على ديابازون عالمي. كل الاوركسترات اللي في العالم وكل فرق العالم بجميع انواعهم وتخصصاتهم ديابازون التردد الاصلي لنغمه اللا اللي بيتبني عليه كل النغمات التانيه اسمه 440، ده الاكثر شهره في العالم يعني، وتقريبا يعني معظم الاوركسترات بتلعب بيه او فرنج قريب جدا منه اللي هو 41 او 42 بعد 400 يعني.